بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم عن 2 نوفمبر، هذه الذكرى السنوية لوعد بلفور الذي صدر عن حكومة بريطانيا، الذكرى 105. تصادف هذه الذكرى 105 لوعد بلفور الذي صدر عام 1917، تصادف اليوم النتائج الأولية لانتخابات الكنيست 25، والتي تبشر هذه النتائج بعودة نتنياهو لرئاسة الوزراء في حكومة الاحتلال الصهيوني. الآن كل التوقعات تشير على أنه نتنياهو سوف يفوز بتشكيل حكومة دولة الاحتلال الصهيوني، وهذه الحكومة التي تبدو أنها ستكون الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، هذه الحكومة التي ستعتمد في تشكيلها على الصهيونية الدينية، وسيكون أحد رموزها أشد الصهاينة تشدداً وهو بن غفير، هذا العضو كنيست الذي كثيرا ما يقوم بمحاولات اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ويكون هو على رأس المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك. الصهيونية الدينية هي السمة الغالبة على الحكومة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو، لكن التوقعات تقول إنه أي حكومة تشكل على قاعدة 61 عضو كنيست، هذه حكومة لن تدوم طويلا، وبالتالي هذه الحكومة ربما يكون عمرها سنة أكثر قليلا، أقل من سنة، لكن هذا الأمر سنرى كيف سيكون عملية تشكيل الحكومة، لأنه إذا ما استطاع نتنياهو أن يشكل حكومة ذات قاعدة برلمانية عريضة، فهذا الأمر سيعطي للحكومة الصهيونية فرصة أطول في ممارسة مهامها في المشروع الصهيوني. لكن إذا بقيت الحكومة فقط تحتفظ ب 61 عضو كنيست، فهذا الأمر لن يعطيها ذلك المدى من العمر. مربع بنت وغانتس هذا لن يكون له فرصة للمشاركة في الحكومة، إلا أنه ربما نتنياهو يحتاج في مساعيه لإقناع بعض الأطراف من خارج الصهيونية الدينية للاشتراك في الحكومة، لكن هذا الأمر سيكون على حساب بعض المواقف التي سيقدمها. الآن النتائج النهائية لم تظهر بعد، النتائج سوف يعلن عنها غدا الخميس، وسنرى بعد ذلك من سيكون داخل هذه الحكومة، وستكون هناك توقعات أخرى مختلفة عن توقعات اليوم بناء على من سيشارك في تشكيل هذه الحكومة. لكن الملامح الأولية والتقديرات الأولية تشير إلى أن السمة الغالبة لهذه الحكومة هي سمة الصهيونية الدينية، وأن هذه الحكومة لن تعمر طويلا، وأن هناك الانتخابات رقم 26 قد تكون قريبة جدا أمام دولة الاحتلال الصهيوني. الآن نتنياهو بكل الفشل اللي خرج به من الحكومة السابقة التي كان على رأسها، والآن عودته للحكومة من جديد، ماذا يحمل نتنياهو في جعبته للمشروع الصهيوني؟ تحدثنا في فيديو سابق حول تطور العلاقات التركية الإسرائيلية، وقلنا إنه هذا الأمر التطور في هذه العلاقات مرتبط كثيرا بتطورات على الساحة الدولية، وإذا ما عاد نتنياهو للحكم
هل يكون بمقدوره مثلا إلغاء الاتفاق مع الجمهورية اللبنانية؟ هل سيكون بمقدوره عدم التقدم في موضوع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية التركية؟ كل هذه الملفات، ماذا سيفعل نتنياهو فيما يخص الملف النووي الإيراني اللي هو طبعا مرتبط كثيرا بالانتخابات النصفية الأمريكية التي ستجرى لاحقا، أيضا ملف الحرب على سوريا وهي الحرب ما بين الحروب، جبهة غزة، الانتفاضة وكرة اللهب المتدحرجة في محافظات الضفة الغربية المحتلة من جنين حتى الخليل. ماذا سيفعل نتنياهو بكل هذه القضايا؟ موضوع الحرب مع لبنان، وأيضا كما قلت ملف الغاز مع لبنان، ملف الغاز في شرق المتوسط، كل هذه الأمور ملفات كبيرة وهائلة تنتظر رئيس الحكومة الصهيونية المقبل. لكن ما نتوقعه إنه إسرائيل كدولة تبحث عن مصالحها في المنطقة لن تتراجع خطوة في هذه الاتجاهات، سوف تمضي في ملف تقوية العلاقات مع تركيا، وسوف تبحث عن فرص للاستفادة من كميات الغاز الهائلة التي سيتم استخراجها من حقل الكاريش، وبالتالي قد تنضم إسرائيل لقائمة الدول الموردة للغاز لأوروبا عبر تركيا، وهذا الأمر له علاقة بتطور وتحسن العلاقات بين الجمهورية التركية ودولة الاحتلال الصهيوني. كل هذه الملفات هي ملفات ساخنة وشائكة، وكلها يتم بحثها في أروقة دولة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي كل العلاقات في المنطقة الدبلوماسية هي بالأساس تقوم على المصالح الاقتصادية التي تؤثر كثيرا في شكل العلاقات السياسية بين دول المنطقة. إذن لم يبقى أمامنا إلا القليل، ننتظر إلى يوم غد حيث ستعلن النتائج، نتائج الانتخابات الصهيونية، وسندرك تماما من هو حقيقة الذي سيقوم بتشكيل الحكومة. ربما من اليوم إلى الغد تظهر نتائج مختلفة، لا أحد يستطيع أن يتكهن. الكلمة الفصل هي لصندوق الانتخابات. الذي أود أن أضيفه هنا أن الدولة الوحيدة التي تمارس الديمقراطية بحق بعد وعد بلفور وسايكس بيكو هي دولة الاحتلال الصهيوني. الديمقراطية في العالم العربي هي ديمقراطية مزيفة، لأنه إحنا بعد اتفاقية سايكس بيكو للأسف الشعوب العربية لم تأخذ حقها في ممارسة العمل السياسي في داخل بلدانها، وحرمت من هذه الممارسة. فقط الدولة الوحيدة التي تمارس الديمقراطية هي دولة الاحتلال الصهيوني، ديمقراطية فقط فيما يخص اليهود، أما الفلسطينيين الذين يعيشون داخل فلسطين المحتلة وتحت الحكم الصهيوني، فالذي يمارس حق ضدهم هو فقط نهج الفصل العنصري والتمييز على أساس الهوية القومية والهوية الدينية، وبالتالي هي دولة ديمقراطية فقط فيما يخص اليهود، ولكنها دولة عنصرية تمارس التمييز العنصري فيما يخص غير اليهود. أكتفي بهذا القدر، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.